اهلا كابتن ياسر، انت فين غايب عننا؟ معاك محمد بقى. طبعا ياسر طبعا حارس مرمى عالمي النهارده. لا هو بيغيب وبيطلع بقى بمباريات قويه طول عمره، يعني باك يمين عصري يعني في تاريخ مصر يعني. نور خليك يا فاروق. طبعا انا سعيد جدا بالدعوه النهارده وشرف لي ان انا اكون موجود في ختام دوري السفرات، وبشكر طبعا الكابتن فاروق على الدعوه لان هو اللي اتصل بيا وكده. اتمنى ان شاء الله دايما نبقى موجودين في الحاجات الجميله اللي النادي الاهلي بيعملها. احنا طبعا في الاول والاخر اولاد النادي الاهلي، وبنتشرف ان احنا نكون موجودين في اي مكان في النادي الاهلي. انت كنت حارس مرمى عالمي. والله توفيق ربنا. الحمد لله. محمد كان بيطلع وبيزيد هو اللي كسبنا، لان احنا كنا في يعني انت عارف طبعا قبل ما بتسخن احنا بتخش في الجيم. لا ياسر هو اللي فرق معانا في الجيم، سواء بقى كان ورا ولا قدام ما شاء الله عليك. لكن عامه احنا سعداء كلنا. حبيبي فاروق. اقول وحشني يا محمد، وحشني كتير، وحشني المجموعه الحلوه دي بجد يعني فعلا. عشره السنين الواحد لو بيتمنى اخ مش هتمنى اكتر من كل دول يعني. يا ريت يبقى عنده العزوه دي. كابتن ياسر اكيد، كابتن محمد فاروق، كابتن هاني رمزي، كابتن احمد حسن اكيد، كابتن محمد عماره، يعني كل الناس، كابتن بيبو طبعا، خالد بيبو اكيد، وانت حبيبنا طبعا محمد، والله من زمان عشره يعني. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب، يا رب ان شاء الله كل الامه تبقى بخير وسعاده وتجمع. وده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، سباق دايما في كل حاجه. ازاي والله يوم جميل بحضور النجوم، وفي نفس الوقت احنا يعني النادي الاهلي مش غريب ان هو يبقى دايما هو سباق في كل شيء. الدور الوطني بيعمله، الجاليات اللي موجوده هنا والهيئات الدبلوماسيه، شيء مهم انك تجمعهم، تعرف قيمه النادي الاهلي واسمه، وهم بيجوا طبعا وعندهم ثقه كبيره باسم النادي الاهلي في تواجدهم كل سنه. ده حاجه جميله، دي السنه الثانيه على التوالي. بنشكر طبعا المهندس خالد مرتجي مجهوده الكبير على انشاء او تنظيم البطوله طبعا، وكل اللي عملوا مجهود عشان البطوله دي تنجح طبعا، والنجوم الكبار اللي جم النهارده. كابتن هاني رمزي عشان هو ما لعبش فلازم نقول اسم النهارده. بالظبط كده، جبت لك نجم النجوم اهو. بس تعالى عندي، جالك قلب تسجل معاهم غيري. هم اللي جولي قبل انت ما تيجي. كابتن ياسر بقى يا لا ياسر ردنا عليه. خلاص الحمد لله. جايين في الوقت الضايع. كابتن ياسر ريان وكابتن محمد عمار النهارده حدث رياضي، ومشاركين النهارده كان جم الاهلي. مش هسجل. لا انا ما فيش شك طبعا، انت عارف النادي الاهلي سباق في البطولات وفي الدورات الرمضانيه والدورات اللي هي زي السفارات. نتمنى ان شاء الله اللي هي كل سنه تتكرر باذن الله. بنشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، سعيد جدا بالنجوم النادي الاهلي موجوده النهارده. طبعا انت شايف الاداء النهارده يعني الاعمار. اتكلم شويه بس انا صوتي رايح فسيبك. بقى له كتير كانت عماره مش معانا على قناه الاهلي، لازم بقى يبقى يبان النهارده موجوده في الماتش النهارده. بيتي ومكاني وانا بس اللي خدني منكم، ان انا انت عارف ان حلو النهارده انتوا بتلعبوا خماسي والجنرال مش موجود. هو النهارده طبعا الجنرال وفجله، يعني الاثنين دول بصراحه يعني عاملين فراغ جامد. انما خلينا محمد اقول لك يعني بشكر طبعا كابتن فاروق، لان هو يعني كان منظم المباراه مع المستر خالد مرتجي وسياده السفير الالماني. واعتقد ان احنا كنادي الاهلي دايما الحمد لله علاقاتنا كويسه جدا بالسفارات كلها، وخصوصا السفاره الالمانيه. يعني طول عمرنا واحنا في النادي الاهلي معروف ان السفاره الالمانيه لينا صار جامده جدا. طبعا صار طالما صار جيب انا ما اتكلمش. ده الكابتن بتاعي، ده كابتني حبيبي يا سار. وطبعا سار كان متالق النهارده، مش عارف هو يعني انا ندهت عليه وانا في الملعب بقول له يا سار انت فايق ليه كده يعني. وبعدين ده جاب جول النهارده، جاب جول لازم تعرضه يا محمد. لا انا عايز اقول حاجه، يعني مين اللي عمل له الباص الطويل ده من ورا؟ المفروض يجي الاول عليا وبعد كده يبقى. شكرا يا احمد. انا قعدت افكر اصل متعود ان انت قصتك ليا. على فكره انا صوتي مش طالح، هو اللي صوته طالح. بص يا محمد قبل ما امشي عايز اقول لك حاجه. التجمع اللي احنا فيه ده طبعا انا بشكرهم كلهم كزمايل واصحاب واخوات، واحنا يا رب كده يديم المعروف بينا ونبقى دايما متجمعين، لان التجميعه دي بجد يعني صعب تلاقيها في اي مكان. قول كلمه النهارده. والله طبعا مبسوط اكيد، وانا النهارده مع كل طبعا زي ما قال عمار كل زمايلي الجيل الكبير والجيل العظيم حققوا كتير للنادي الاهلي وللكره المصريه طبعا. فسعيد ان انا متواجد النهارده اكيد في النادي الاهلي، سعيد النهارده ان انا كمان متواجد في يوم نهائي السفارات وكده، ومبسوط ان انا موجود بالدعوه اللي موجوده، ومبسوط اكتر ان انا اتقابلت النهارده مع كل زي ما احنا بنتقابل على طول، بنلعب كل حد وثلاث وخميس في النادي الاهلي، بس يمكن النهارده بيوم مختلف.